خلينا دلوقتي نروح نصبح على زميلتنا لميا حمدين عشان تعرفنا على المرور والطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الخير يا لميا. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. بصبح عليكم مشاهدينا، وخلونا نستعرض دلوقتي أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، ونبدأها من محافظة القاهرة وبالتحديد من شارع رمسيس اللي بيشهد حاليا كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي ومكملة لحد ميدان العباسية. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو كثافات نسبية، ولو رحنا عند كوبري الجلاء هنلاقي برضو في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تختفي واحنا داخلين على طريق المطار، وعند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري كمان نفس الموضوع، على كوبري المطرية اللي جاي من الكابلات. كورنيش النيل اللي قادم من المظلات في كثافات مرورية بسيطة ومتحركة ومستمرة لحد وسط البلد، لكن المتجه للمؤسسة في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند معهد ناصر. تعالوا نروح لمحافظة الجيزة، وخلونا نبدأ من مدينة 6 أكتوبر اللي فيها غلق كلي لطريق الواحات، وده هيكون لمدة 6 شهور علشان أعمال تنفيذ مشروع أو تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، وده هيستلزم غلق كلي لطريق الواحات أمام حركة المرور على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار الـ 24 ساعة ومستمرة لحد 16 فبراير من العام الجاي. علشان كده لازم الناس تاخد بالها من التحويلات دي والطرق الداعمة اللي تم إضافتها، وتفتكر برضو أن الطريق الدائري القادم من أكتوبر مازال مغلق والاتجاه إجباري من نفق لنفق حازم حسن ومنه لمحور 26 يوليو أو محور رود الفرج المتجه لمناطق شرق القاهرة، وبعدين يكمل كوبري تحيا مصر، وبعدين محور الفنجري القادم من أكتوبر ومتجه للتجمع الخامس أو مناطق المعادي وحلوان أو كورنيش النيل، ياخد الطريق السياحي ومنه للطريق الدائري، وده هيكون أفضل طريق ليه. خلينا نروح لشارع الهرم الرئيسي اللي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات، وده طبعا برضو بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومذكور والطلبية. كمان ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين ومكملة لحد الطلبية. كثافات للمتجه من كوبري الجيزة أو المتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق وحتى العشرين. خلونا نروح لمحافظة المنيا اللي فيها سيولة مرورية في عدد كبير من الطرق. لو شفنا طريق الصحراوي الغربي في محافظة بني سويف لمحافظة المنيا في سيولة مرورية كبيرة، كمان طريق الشيخ فضل في سيولة مرورية على طول الطريق ما عدا بعض الكثافات البسيطة. أما المنيا مغاغة في بعض الكثافات البسيطة اللي مش بتأثر على حركة المرور، أما الطريق الصحراوي الشرقي في كثافات مرورية بسيطة مش بتأثر على حركة المرور برضو. باختصار أن الطرق في محافظة المنيا الأساسية ما فيهاش أي عائق أو طوارئ بتعوق حركة المرور. كمان نكمل جولتنا في محافظة الشرقية، طريق الزقازيق منيا القمح في سيولة مرورية، ونفس الموضوع في طريق بلبيس الزقازيق ما عدا بعض الكثافات البسيطة في مدخل المدينة بعد منطقة العصلوجي. كمان الحالة داخل مدينة الزقازيق فيها كثافات مرورية بسيطة في طريق المحافظة الجامعة. كمان في سيولة مرورية عند موقف المنصورة ومدخل الطريق الجديد لديار بنجمة. أما طريق أبو حماد المتجه للإسماعيلية ماشي بشكل كويس ما عدا بعض الكثافات في مداخل بعض المدن، وده بسبب تنظيم حركة المرور. كده خلصت جولتنا المرورية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. الطقس النهاردة هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كمان في شبورة مائية قد تكون كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وخصوصا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كمان في انخفاض في نسب الرطوبة بالليل على أغلب الأنحاء، وده هيزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 35 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 30 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.